راتشا ليون أو حسنيس كونسا دار. التأثير العالمي يريد أن يرينا عالم رصاصي بدون الألوان وببساطة، ولكن الشعوب تعكس رأي غير ذلك. المحلية وما أكثر المحلية من اللغة، اللغة تجمع الشعب وكل واحد يتفتح بلغته، الشعب الذي يفقد لغته يرى العالم بكلمات غريبة ويفقد هويته. نريد عالم جماعي متعاون مصنوع من عيوننا في وقت طوارئ اللغات. هو الوقت للتغيير المجاري. علينا أن نفوز، نحن اللغة الصغيرة، ونتصرف بكلماتنا. نحن أيضا مع غوريكا بايس كريكاسكو.